لو بتعمل دايت اياك تقطع الدهون نهائي. كتير مننا بيشوف ان الدهون دي بعبع، لكن ببساطة ده عدم تفريق بين الدهون الصحية والدهون الغير صحية. 60% من تكوين مخنا بيكون من الدهون، والدهون الصحية بتعتبر المسؤولة عن امتصاص الفيتامينات الأساسية زي فيتامين A وK وE وD، وكمان بتساعدك في السيطرة على التهابات الجسم. علشان كده لازم على الأقل 20% من سعراتك على مدار اليوم تكون من دهون صحية، اللي هتلاقيها مثلا في المكسرات، في البيض، في الأسماك، في الألبان، أو في زيت الزيتون والزبدة البلدي. يعني باختصار قلل ما تمنعش، خليك ذكي.